ماذا بك يا أمي تجيئين وتذهبين؟ هل ثمة شيء يضايقك؟ لا يا أنس، ولكن جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطوه هداياهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا وأنا لا أجد ما أهديه. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتظر شيئا من أحد، وهو يقبل الهدايا لكي لا يحرج أصحابها ثم يوزعها على الفقراء والمحتاجين. لكني أرجو أن أكون ممن يهدي النبي أغلى ما عنده. ألست أغلى ما عندك يا أمي؟ أنت نور عيني، ومن يكون أغلى من الإبن على أي أم؟ إذن ماذا يا أنس؟ تهدينني أنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.